السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم خواتاتي قلت لكم في المره اللي فاتت راح ندير لكم اليوم لا سوب ولا نقولها الحلات تاع العدس. فوالا العدس الاحمر شتي الاولاد سيرتو مع لانيمي ولا مليح ليهم، هما ما يحبوش ليغيوم ياكلوهم بزاف دي فوا، حتى حنا الكبار ما نبغيوش ناكلو ليغيوم. الوغ كي نديروهم كيما البويون، فوالا تقريبا كيما البويون، هو العدس مليح سيرتو لجسم الانسان. بون اليوم راح نديرو هذه لا سوب، هذه حساء العدس. باش راح نبداو على بركه الله. عندنا حبه بصله غسلتها وقطعتها دي ترونش، قطعيها كيما تحبي باسكو من بعد راح تريحيها في الميكسور، سواء تكون رقيقه ولا كيما هكا ماشي مشكل، انا بريفيرها هكذا باش نقليها هي الاولى في الطنجره. وعندي معها مغرفه صغيره تاع ثوم، عندي هنايا لي زيبيس اللي هو ملح، وعندي هنايا كركم، مغرفه ملح على مغرفه كركم، وعندي مغرفه صغيره نتاع رند مطحون اللي قلت لكم انا ندوزن بيه ديما هكا، وعندي مغرفه تاع قزبر، وعندي هنايا مغرفه صغيره نتاع زنجبيل، وعندي هنايا زعتر نديرو انا بودر نحي غير بين صباعي هكا شي شويه وندير مغرفه صغيره تقريبا. عندي هنايا حبه بطاطا مع حبه طماطم، ما نديروش طماطم مصبره، نديرو غير طماطم تاع الحب قطعتها صغيره. عندي هنايا مزيج ما بين كزبر ومعدنوس وطرف تاع بيرسيل تاع الكزبر، وي كزبر والدبشه والمعدنوس والكرافس، فوالا كنت قطعتهم مع بعض. حبه زروديه هنا نقيتها وغسلتها ثاني وقطعتها. عندي هنايا بول كامل نتاع عدس غسلته وخليته هنايا يتقطر، هنايا شويه غسلته مليح وخليته يتقطر. وعندي هنايا عندي الجريوات اللي كان نقولها القرعه، شتو كي ندير بها دولما وندير كل شيء، هذاك الدخلاني اللي نحيه انا ما نرميش نديره في الكونجيلاتور ونحتاجه فوالا. وعندي زيت نحتاجه في هذه المرحله، هذا ما كان نحتاجه، ما نحتاجه حتى شي حاجه غير هذو الصوالح اللي قلت لكم عليهم. بسم الله على بركه الله نبداو في طنجره. بسم الله نديرو شي شويه تاع زيت ونديرو معاها البصله مع الثوم، بسم الله. هنايا فرغت شويه تاع زيت، واحد جوج مغارف ولا ثلاثه، درت فيه البصله نقليها هي الاولى ومن بعد نكب كل شيء مع بعض، ما يهمنيش ليسونسيال مع الاول الثوم والبصله، انا نبغيهم يتقلاو هما الاولى شي شويه ماشي بزاف، يتقلاو يتقلاو نضيف كل حاجه بوحدها ان شاء الله. بعد ما هكذا تقلات شي شويه، انا هكذا هنايا راح نزيد لها لي زيبيس اللي كنا درناهم، اللي كنا قلنا الكركم والرند والزنجبيل والملح والكزبر المطحون، فوالا هادو كامل مغرفه مغرفه، وعلى حسب الكميه اللي راح ديرها لافراد العائله. ايضا يتقلاو شي شويه. علاش قلت لكم الطماطم نديرو غير الطماطم تاع الحب ما نديروش مصبره؟ باسكو علاش هي دوك اصلا تجينا العدس ديجا يجي اورانج لول لا كولور تاعو، وميم طون عندنا الكركم اورانج، الوغ كي نديرو الطماطم مصبره سا ما عنده حتى معنى. فوالا هي المليحه خلاص هي الطماطم، فوالا نزيد لها شويه النار، هي الطماطم هي الحاجه الاساسيه. وهنا نضيف الدبشة والمعدنوس والكرافس اللي قلت لكم كنا قطعناهم مع بعض شي شوية هكا، يكونوا ديجا تحسي باللوغو تاعهم ولا لودير تاعهم. في هذه المرحلة نزيدو البطاطا والطماطم، نزيدو الكورجات مع بعض، ما يهمش حتى وانت محرنا البطاطا والكورجيت ومن بعد الزروديه تزيد باش تبقى طيب ماشي مشكل، باسكو حنا راح نمكسيو كل شيء مع بعض. فوالا هكذا نزيدو الجزر، الزروديه درت جوج حبات متوسطين، لك اختيار تحبي ديري حبه تحبي زوج، واذا كان ملزوم عندك اللفت تقدري ديري حبه، الا ما عندكش الزروديه ما ديريهاش، ما عندكش الجريوات ما ديريهاش، ما عندكش البطاطا يعني تقدري تستغني على هذو اللي ما كانتش كاينه فيهم. انا بعض المرات يكون ما يحضرليش هذو الصوالح، ندير غير العدس مع هذوك الحوايج اللي قلت لكم عليهم دون الخضروات.
وانا بريفيري يعني نهار يكون عندي خير نديرو على جال الدراري. فوالا بسم الله مرق باسكو راه ديجا سورتو البصله تمرقت من قبل ما نخافوش منها. خلاص وهنا نزيد نمرقها قلت لكم كامل على حسب واش راكي راح ديري. وتقدري ديري حتى في لاكوكوط تسكري على كل شيء بالخف اللي يكون مزروب يطيب بالخف سيرتو كي يعودوا الاولاد يقراو. وبعض المرات يروح لنا الحال في الصباح باش يكونوا عندنا مواعيد ولا شي حاجه ولا قضيه في الدار ولا حاجه. الوغ شنو نديرو؟ نديرو هكا بسم الله نضيفوا هذاك العدس اللي كنا غسلناه نقيناه ودرناه كل شيء مع بعض حاجه ما نخلوها. فوالا خاطر من بعد كل شيء راح يتميكسا ماشي حاجه راح تقعدوا. فوالا ولا عندك البسباس ثاني ولا كرنب تقدري ديري بعض الاوراق يعني ماشي بزاف نكثرها باش ما يجيش الكو تاع هذاك الكرنب يجي ثاني ماهوش مليح اصلا شويه الكو تاعو عيان في المذاق مليح مي فيه لودر شويه. الوغ ثاني تقدري ديري شي شويه نورمال عادي. فوالا خليوها حتى تغلي كي تغلي وطيب نرجع لكم نوريكم كيفاش هي تغلي على حساب خاطر كلشي راه ماشي حاجه اللي راح تقعد تطول ولا كلشي بخاص كيطيب ثمثم ابري واحد 20 دقيقه ان شاء الله ونرجع لكم. ولهنايا ما حبيتش ندير لكم الحس الميكسر راني رحيتها انايا بعد ما طابت رحيتها لهنايا. فوالا هنا سيدتي راك تشوفي هنايا بعد ما طابت ورحيتها الميكسور هاي واجده ديجا درت لها شويه زيت العرب باسكو تماشى مع زيت العرب بزاف بزاف درت لها شويه زيت العرب. وانا كنت قادره هنا ندير لها شويه دبشه دوكا في الطبسي تاعي تاع راجلي نديرو الدبشه باسكو ولادي ما يبغيوش هذوك الحشاوش الخضر. خليتها سامبل كيما راهي صدقوني تجي مرحيه وياكلوها والله صدقوني. وجربوها وخليوا لي التعليقات تاعكم اسكو عجبتكم ولا ما عجبتكمش. ودوكا طيبت معاها شويه تاع كسره اللي راني كنت ديجا وريت لكم المره اللي فاتت درت لكم الرابط تاعها ووريتها لكم. الوغ اليوم درتها هذه تبعها الكسره معها تجي ما شاء الله روعه صدقوني غير تجي هايله هايله بالبزاف سورتو هنايا سورتو هذه المرق تاع العدس هذا الاحمر احنا ما نحبوش بزاف العدس الخضر الاحمر. وفي هذه الطريقه صدقوني غير ولادي ولاو يموتوا عليها ويبغيوها. مره في السمانه نديرها لهم ديجا بيا بهذه الكسره اللي كنت درت ديجا درتها لكم المره اللي فاتت. بصحتكم وراحتكم وملتقى ان شاء الله في المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.